اهلا بيكم في كورس جديد من كورسات ادفنتشرز. اهلا بيكم. اهلا وسهلا بحضراتكم. عندك ستارت اب او فكره شركه او عندك شركه بالفعل؟ لو انت مؤسس وعايز تفتح شركه في مشاكل كتير هتقابلك. الجزء اللي هو دايما ممكن يكون غائب عن الشركات، الا ان في دايما حاجز احنا مش عارفين نخترقه علشان نكبر بالبيع بتاعنا على البلاتفورمز دي. ازاي اقدر احول الفرصه دي لحاجه اقدر اشوفها؟ ازاي تعمل بيتشنج والفند ريزنج، وازاي تعرف في 3 دقايق تمضي شيك وتاخد انفستمنت؟ طب ازاي اختار الشريك المؤسس بتاعي؟ كيف تبني شركه احلامك؟ بتوسع وبعمل افكار جديده وبطلع بروتوتايب، وكل دوت هو دوت الاستثمار. كل ده اللي هنتكلم عنه في الكورس بتاعنا STB The Social Commerce Guide، في كورس Pitching the Silicon Valley Way، Lean Business Method، Mastering the Fundamentals of Startup Success، Startup Finance. أنا سالي العقاد. أنا إبراهيم أنور. أنا الدكتور أشرف شتا. أنا الدكتور نادر إبراهيم. دكتور عبير النيسي. أنا محمد جويش على Adventures.